السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متبع الأوفياء لقناة شوف تيفي. مرحبا بكم متبع الأوفياء في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش. إذا أنا مباشرة متبعين الأوفياء كنحيي جميع المشاهدين والمتبعين الأوفياء اللي كيشاهدونا سواء من داخل أرض الوطن أو من خارجه. نتمنى أنكم متبعين الأوفياء تكونوا على ما يرام، نتمنى أنكم تكونوا على ما يرام مباشرة من مدينة العرائش مع البطيوي. شنو رأيكم في بعض الشابات اللي كيكونوا ضحايا ديال الوعد بالزواج وكيتعرضوا للاستغلال وكينتج عليه الحملة للأسف الشديد؟ إذا تحية لجميع المشاهدين والمتبعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري سواء من داخل أرض الوطن أو من خارجه. نتمنى أنكم تكونوا على ما يرام متبعينا الأوفياء، نتمنى انكم تكونوا على ما يرام فيها باش متبعين الاوفياء شاركونا الراي ديالكم وتعطيونا الاراء ديالكم حول هذا الموضوع اللي خساريناه لكم، لان موضوع الساعه للاسف الشديد هو كاين بزاف ديال البنات كيتيقوا في الشباب كيوعدهم بالزواج ولكن للاسف الشديد كتكون عندهم علاقه غير شرعيه ومن بعد تنتج عن الحمل. دنا تحية طيبة من طنجة، أخوكم عبد العالي، تحياتي خير عبد العالي، تحية جميع المشاهدين والمتبعين الأوفياء اللي كيشاهدونا سواء من داخل أرض الوطن أو من خارجها. دريس وعليكم السلام، مرحبا بك أخت ملك، تحياتي لك وتحية جميع المشاهدين اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر. عندنا كما قلت تحية جميع المشاهدين والمتبعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش. شنو رأيكم في بعض الشابات؟ للأسف الشديد بعض الشابات أو بعض الفتيات كيتيقوا في بعض الشباب ولكن للأسف الشديد ثقة عمياء كتكون ثقة عمياء وكيوعد بالزواج وكذا كيطيحها في الفخ، كنقولوا كيطيحها في الفخ للأسف الشديد، ولكن من بعد ما كتكمل أو كتكبر العلاقة وكتخرج وكتنتهي إلى علاقة غير شرعية للأسف الشديد ما كيعقلش عليها وما كيرحمهاش وكيسمح فيها للأسف الشديد. خي عبد الواحد تحياتي لك ومرحبا بكم، منورين بالوجود ديالكم والوجود ديال المشاهدين والمتبعين الأوفياء اللي كيشاهدونا. إذا أنا تحية لجميع المشاهدين والمتبعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش. شنو رأيكم في بعض الشابات اللي كيكونوا ضحايا ديال الوعد بالزواج كيتعرضوا للاستغلال كينتج عليه الحملة للأسف الشديد؟ غاني مرحبا بك وعليكم السلام، نريد بنت من المغرب للزواج. خي محمد غير قلب بنت الحلال كاين موجود، خاص تكون غير انسان ثقة ملك. الفتيات ما خصهمش يثيقوا اللي باغي شي وحده يدق باب دارها. تبارك الله عليك اختي ملك، اكيد اللي باغي شي وحده يدق باب دارها يقلب على والديها ويشوف الوالدين وما يبقاش يتبع المتاهات حتى يقدر صادق يخرج على ديك البنت. اذا نلتحي جميع المشاهدين والمتبعين الاوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري سواء من داخل ارض الوطن او من خارجه. كنتمنى انكم تكونوا على ما يرام متبعين الاوفياء، نتمنى انكم تكونوا على ما يرام في هذا البث المباشر والحصري. للاسف الشديد كما كنقولوا البنات كيتيقوا في الشباب في هذا الوقت، كيتيقوا فيهم بعد ما كيوعدهم بالزواج وكيوعدهم بمجموعه ديال الوعود وللاسف الشديد ومن بعد كتطور العلاقة وكتولي مصدر ثقة ما بين الشاب والشابة حتى أن الحدود كتفوتو للأسف الشديد وكتولي علاقة غير شرعية اللي كينتج عليه الحمل. من بعد من ذلك كيكون
أو كينجو للأسف شديد أطفال غير شرعيين للأسف الشديد. الأخت مالك تقول بأن العلاقة خارج إطار الزواج محرمة دينيا واجتماعيا. أكيد أكيد أن العلاقة محرمة دينيا واجتماعيا، وتا واحد ما يبغي هذه العلاقة سواء كان في الدين ديالنا أو اجتماعيا. إذا أنا كنحيي جميع المشاهدين، شنو رأيكم متابعين الأوفياء في بعض الشابات اللي كيكونوا ضحايا ديال الوعد بالزواج، كيتعرضوا للاستغلال وكينتج عليه الحمل للأسف الشديد. إذا تحية لجميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي فشادونا في هذا البث المباشر، والحصر شنو رأيكم في بعض الشابات للأسف الشديد كيكونوا ضحايا ديال الوعود أو الوعد بالزواج من طرف بعض الشباب. للأسف كما قالوا بعض الإخوان وبعض الأخوات في التعليقات، أن الواحد إلى بغى وحدة أو الوحدة إلى تاقت في واحد يحاول أنه يدق باب دارهم يكون المعقول ما بيناتهم والثقة ما بيناتهم، وما يكونش للأسف شديد ديك العلاقة الغير شرعية. لأن العلاقة غير شرعية أكيد أنها غتنتج أبناء غير شرعيين، وغتنتج للأسف يكون مجتمع اختار يكون مجتمع فاشل. إذا أنا كنحييو جميع المشاهدين والمتبعين، هذا نداء كنوجهو للبنات كما قالوا، خصهم يردوا البال وخصهم يحاولوا أنهم يختاروا. وللأسف كما قلنا في مبتدئ كاين الصالح والطالح. خي عبد الواحد تحياتي لك. أغلب الفتيات كيتيقوا بزاف، كيخرجوا مع الولاد باقي مراهقين وكيتفلاو عليهم، وهي هي عجبها هذاك الضحك الباسل الله يهدي بعض الشباب. سندس، علاش ما هدرتوش على الزيت اللي زادو فيه؟ ان شاء الله غادي نخصصو لقاء وغادي نهضروا على الزيت. ان شاء الله اكيد غنخصصو لقاء وغادي نهضروا على الزيت، لاننا كذلك كلشي كيتشكى من هذا الارتفاع المهول ديال الزيت. عبد العالي، والله انا كنشوف شي كيستغل شي بنات وشباب كلهم، وطريقة الاستغلال ديالهم للاسف الشديد. هذا كيستغل هذا للاسف الشديد، في الاخير كيكون ضحايا ديال الاستغلال هما الاطفال اللي كينجوا للاسف الشديد عن طريق علاقة غير شرعية. طريق العلاقة غير شرعية للأسف الشديد من الضحايا هم الأبناء. إذا أنا تحية لجميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش. كنحيي جميع المتابعين الأوفياء اللي كيشاهدونا سواء من داخل أرض الوطن أو من خارجه، متابعين الأوفياء، شنو رأيكم في الشابات اللي كيتيقوا أو اللي كيتيقوا في الشباب من بعد ما كيوعدوهم بالزواج، وللأسف الشديد كينتج عن ديك العلاقة غير شرعية، أبناء غير شرعيين. وللأسف الشديد أن الضحايا هم الأبناء للأسف الشديد. لنا تحية لجميع المشاهدين والمتابعين، شنو رأيكم متابعين الأوفياء في العلاقة أو الثقة الزائدة ديال بعض الشابات اللي كيتيقوا في بعض الشباب أو المراهقين، واللي كينتج عن ديك العلاقة علاقة غير شرعية للأسف الشديد؟ دعنا كنحيي جميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء. خي عبد العالي، مرحبا بك خي عبد العالي. يعني تحياتي لك ومرحبا بك، وتحية لجميع المشاهدين اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش. للأسف الشديد خص البنات يردوا بالهم في الثقة الزائدة، ويشوفوا يعرفوا معاهم من كيتعاملوا، لأن للأسف الشديد كاين المراهقين كما قالوا الإخوان في التعليقات، كاين مجموعة ديال الشباب في سن المراهقة، وللأسف
باقي ما عارفينش راسهم شنو غيديروا، باقي ما عارفينش المستقبل ديالهم، ولكن كيطيحوا كما قلنا في متبين الاوفياء في مشاكل مع بعض الشابات اللي للاسف كيدخلوا في متاهات، واللي كينتج عن ديك العلاقه علاقه شرعيه غير شرعيه للاسف الشديد. لان كما قلنا متبين الاوفياء شنو رايكم في بعض الشابات اللي كيكونوا ضحايا ديال الوعود بالزواج، وكيتعرضوا للاستغلال، وكينتج عن ذلك الوعود وكينتج عن ذلك الاستغلال الحملة للأسف الشديد. إذا يمكن نعتذر لأن ضعف شبكة الإنترنت اللي كتخلينا عن عدم التواصل أو الصورة الجيدة، كنعتذر مرة أخرى بسبب ضعف صبيب الإنترنت. إذا تحية لجميع المشاهدين والمتبعين الأوفياء اللي كتشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش، نستودعكم في أمل اللقاء بكم مرة أخرى، وتحياتي للجميع.